صباحو، اهلا وسهلا على القناه. اليوم بدنا نفتح علبه الشاومي مي 10 5G. هالتليفون حيكون الجلوبال اديشن تبعه لهالتليفون من شاومي. حنشوف كل المميزات الحلوه فيها، حنتحدث عن الكاميرات ونشوف شويه فيديوهات كمان، وغير هيك حفرجيكم كل الشغلات اللي بتخلي لهالتليفون يكون منيح كتير، خاصه اذا عم تفكروا تجيبوا تليفون جديد منهم لشاومي. يلا، شكرا جزيلا على كل الناس اللي عملوا اشتراك على القناه. خلينا ما نضيع وقت، هلا نبلش نشوف كل هالمميزات الحلوه على الشاومي مي 10 5G. وسجلوا على القناة حتى دايما تعرفوا لما نزلكم فيديوهات جديدة. العلبة اللي عطوني اياها هون ما حتكون العلبة المزبوطة لحتى تجيبوها اذا اشتريتوا لهالتليفون. العلبة بس بقلب التليفون هو عطوني الشارجر تبع ال 65 واط، ما عطوني الشارجر اللي بيجي 30. اذا بالفرق بين المي 10 والمي 10 برو، المي 10 برو بيشتغل على ال 65 واط، بس المي 10 ما بيشتغل الا على 30 واط. معناته هلا رغم عم بستعمل هالشارجر ما بقدر شارجه الا بستارت 30 واط من جوا، والوايرلس كمان 30 واط، وعنده كمان ريفرس وايرلس لنقدر نشارج منه شغلات تانية اذا بنستعمله مع التليفون. غير هيك عندنا شريط الـ USB A للـ USB C حتى نقدر نشارج ونعمل له داتا. غير هيك العلبة بتكون بس جديدة، هيك مكتوب عليها مي 10، وكمان مكتوب عليها هون With easy access to Google apps you use the most، حتى يقولون أنه بقلبه هذا الجوجل بلاي ستور وجاهز لنقدر نستعمله بالدول الأوروبية. هذا هو التليفون. على الشمال في عندنا الجوجل أسيستنت، على اليمين بس كل التطبيقات الموجودين هون. ما عندنا Application Drawer، هذا لأنه الـ MIUI 11 اللي موجود على أندرويد 10، وشاومي بتحب تعملها هيك، بتحط كل التطبيقات تاعتنا موجودة هون. فينا نحطهم بالفولدر ونظبطهم، بس انه ما عندنا غير هيك. مثل ما عم تشوفوا هون نزلت كم تطبيق انا لوحدي، عندي تيك توك، عندي تويتر، الانستغرام والتليجرام اكس، وكمان نزلت الببج حتى العب فيها شوي، وعندي كمان هون مثل ما لاحظتوا ركبت وحدي للريموت كنترول الموجود بقلبه. مثل ما قلت لكم بالقبل انه هذا نحن عندنا الاي ار بلاستر موجودين فوق. خلينا نحكي شوي عن المعلومات الموجوده هون على الكاميرات الموجوده. لو نطلع عليه للتليفون من ورا، بقلبه البطاريه هون 4780 ملي امبير، نقدر نشارجها بالشارجر اللي عاده بيجي بالعلبه معه للمي 10، بيكون 30 واط. من الصفر لل 100% تقريبا 56 دقيقة. فينا كمان نستعمل الوايرلس تشارجر، بس كمان ما عطوني بالعلبة، بنقدر نشارج التليفون بقلبه للوايرلس. غير هيك بيخبرون انه عندنا كمان الريفرس وايرلس تشارجنج، معناته فينا نشارج الشغلات بيستعملوا تشي مثل التليفون الثاني مثل الجالكسي ولا تليفون ثاني من قلبه لهذه البطارية الكاملة. موجود عندنا هون 4 كاميرات موجودين ورا. عندنا اول وحده الاساسيه مثل ما عم نشوف 108 ميجا بكسل موجوده هون. في عندنا الكاميرا الثانيه اللي جنبها 13 ميجا بكسل، هيدي الالترا وايد الموجوده جنبها. وبعدين عندنا كاميرتين، وحده 2 ميجا بكسل للماكرو حتى ناخذ هالصور القريبه كتير، واخر وحده مسمينها 2 ميجا بكسل ديب سنسنج، معناته بيستعملوها ليعملوا هيدا البوكي بقلب الكاميرات الورانيه. أكتر شيء نقدر نسجل عليه لهيدول بالفيديو 8K على 30 فريمز بير سكند، 4K على 60 فريمز بير سكند، وغير هيك فينا ننزل كمان على الوايد انجل لينز والتليفوتو. رغم انه ما عندنا تليفوتو لينز، نقدر نحن بيعملوا الكراب، بيقربوا مرتين 2X من الكاميرا الأساسية وتضل الصورة منيحة. على الشمال عندنا الفوليوم راكور الباور بتن، لفوق في عندنا واحد من اثنين سبيكر ستيريو الموجودين لهالتليفون. هذا السبيكر مزبوط، مش من السماعه، سبيكر زياده. عندنا الريموت كنترول موجوده لفوق، واحد منهم للميكروفونات. بنقلب التليفون لتحت، عندنا السبيكر الثاني اللي بيقدر يعطينا كمان ستيريو سبيكرز مع هذاك، بنتسمع عليهم بعد شوي. كمان ميكروفون تاني كمان للفيديو، عندنا كمان اليو اس بي سي، وهون عندنا بس سيم كارد وحده، ما بنقدر نغير فيها اثنين سيم كارد. غير هيك التليفون بقلبه 128 جيجا بايت، وفي موديل تاني 256 و8 جيجا بايت رام. الشاشه 6.67 1080 بي، بسموها ال 90 هرتز 90 هرتز ريفرش ريت تاعيتها، وعندها طعجات بتنطوي على اليمين والشمال من قدام من ورا، بتكون هيك ما احسن كثير من قدر نمسكها بايد وحده. المي واي 11 مثل ما خبرتكم، المي واي 11 نسحبها من فوق بنشوف التوغلز، كل هدول الاوبشنز اللي عندنا هون موجودين فوق. الواي فاي، الداتا، بندور الفلاش لايت من ورا بنقدر نستعملها بنص التليفون. غير هيك في عندنا الميوت، السكرين شوت، البلوتوث، كل الشغلات اللي عاده اللوكيشن، ريدنج مود واللوك سكرين. غير هيك في عندنا كمان الدارك مود، اذا ما بدكم اياه فيكم تطفوه من هون لما بتفتحوا التليفون اول مره، ما حتكون مدور. نرجع مندوره هون، في عنا Do Not Disturb حتى ما يجينا شيء على التليفون. البطارية Option. الكاستينج هذه حلوة كتير، نقدر نستعمل التليفون على الشاشة، نقدر نوصل التليفون على شاشة تاني موجود على نفس الواي فاي اللي انتو فيه، يعني معناته نقدر نوصل الشاشة ونعمل عليها ميرورينج، لأنه التليفون هذا ما بنقدر نحط فيه MHL، معناته إذا وصلناه بالتليفون للشاشة بال HDMI كيبل ما حيمشي، بس هيدا بتمشي على الواي فاي. المي شير، سكرين ريكوردر كمان فينا نستعمله، الفايبريشن، الواي فاي هوت سبوت، السينك والان اف سي، وكمان فينا نظبطهم هون كلهم. اذا بنقلب نشوت على السيتنجز، الدارك مود بتضل موجوده كلها، موجود عندنا هون المي واي 11، موجود على المي 10 اللي هو المي واي 11 على المي 10 وعليه على اندرويد 10، سكيورتي باتش ابسيت باول مارش 2020.
128 جيجا بايت و8 جيجا بايت للرام موجودين. في موديل تاني بيجي ب8 جيجا بايت رام و256 للUFS 3.0 ستورج الموجود عليه. عنا الاوبشنات تاعت السيم كارد والموبايل داتا، الواي فاي، البلوتوث، كونكتينج اند شيرينج. فينا نحط شغلات تانية، الوايرلس ديسبلاي هذه اللي خبرتكم عليها من الاول. بس شو بنعمل؟ بس نكبس هذا، نكبس هالزر، مجرد ما نكون موجودين على نفس الواي فاي بالتليفون بيلاقيها لوحده. سو اول سبيكرز، هدول كل الشغلات الموجوده عندي بالبيت تاعتي على الجوجل اسيستنت، سو بيقدر يمشوا كتير منيح معهم. وفينا نشوف داتا يوسج والان اف سي لانه بيستعمل جوجل باي على هذا التليفون. الاويز اون ديسبلاي واللوك سكرين فينا نغيرها مثل ما شفتوا اول شيء لما طفيت التليفون، بتجي هالصوره حلوه. في عنا كمان الفينجر برنت سنسور بيمشي بالنص. سكيدجولد ايتمز فينا كمان نغير السليب، فينا نغير التوقيت امتى تاخذ التليفون لتنطفي. ريست ويك، دبل تاب لنضوي التليفون. لوك سكرين انفورميشن، لوك سكرين فورمات. وفينا نفوت لهون كمان نغير كل الشغلات مثلا سنترد، ليفت هانترد، اند فيرتيكال. كلهم هدول حلوه بنقدر نظبطهم. ولانشينج كاميرا، فيها تحطون الزر للكاميرا موجوده تحت. تحت الديسبلاي بنقدر كمان نظبط كم شغله حلوه كتير. اول شيء البرايتنس ليفل، ريدنج مود اذا بدكم تقروا فيه بالليل بتكون عتمه. الكلر فيكم تظبطوا الالوان لتكون عاده شوي دافيه ولا بارده. فينا كمان نظبط الساتوريتد، اوريجينال كلر، وادفانس سيتنج تحت الكلر جامت اذا بدنا نظبطها هنيك، او اوتو تونينج مثل ما بدكم اياه. ريفرش ريت بالقلب العلبه لما بتفتحوه اول شيء بيطلع 90 هرتز، فيكم تنزلوه ل 60. بس ما تنسوا انه عندنا البطاريه كبيره 4780، ما حنحتاج كثير انه نغير البطاريه، بتضاينا منيح. انتي فليكر مود، وكمان عندنا الدارك مود موجوده هون، فينا نصغر حجم الاحرف هون. اذا عم نستعمل بقلبه للفي ار فينا ندور السيتنج هون النوتش والستاتس بار. الفول سكرين مود فينا نكون نظبط كل التطبيقات اللي بيمشوا بقلبها فيها مظبوط. الاوتو روتيشن سكرين حتى فينا نظبطها كمان، والويز اون ديسبلاي بنشوف المدخل ثاني. الساوند اند فايبريشن فينا نفوت لهون على الصوت، بنقدر نشوف كل الاوبشنات الموجوده. غير هيك عندنا الهابتك فيدباك، الفايبريتن، والكول سيتنج. وغير هيك تحت الساوند افكت، هيدي شغله كتير كتير حلوه. هلا خليني هون ادورها، حاطفى الصوت. اذا عم تلعبوا موسيقى عليه لهالتليفون وبتطفوا الشاشه والموسيقى بتضل تلعب بالشاشه مطفيه، فيكم تظبطوا كيف بيصير على الشاشه وتكون كل الالوان حلوه كتير. هيدي مميزه كتير حلوه كتير بقلبها لل 100 واي وبعجب فيها. انا حخليها على الاساسيه وفرجيكم عليه لما بنلعب الموسيقى لنعمل التست للسبيكرز تاعولو. كتير كتير منيح وفيكم تظبطوها. فيكم تدوروا كمان الكيب ذا سكرين اون اذا بدكم اياها. واذا فيكم تظبطوا شو بيصير لما بتركبوا السماعه على اليو اس بي سي، كمان بتقدروا تظبطوه من هون وتعملوا بروجرامات للزرار تاعولها. اخر شيء كمان في عنا نوتيفيكيشن هوم سكرين، فينا كمان نظبط كل شيء. ال 5x6 وال 4x6 لما بتفتحوا اول شيء بيكون 4x6، انا بحب صغرها شوي حتى اقدر افوت فولدرز وتطبيقات زياده عليها للشاشه. كمان فينا نعمل بلور الاب بريفيو، لما بنعمل هيك بتعمل البلورينج لورا. فينا نعمل كلينر، سبليت سكرين، كل هدول الشغلات المضبوطه. وغير هيك كمان شو سجستشنز اذا بدنا نستعملها. الوال بيبر والثيمز اثنيناتهم بيشتغلوا مع بعض. مثل ما نشوف التطبيق هو اسمه الوال بيبر، بيفتح الثيمز على الشمال بنقدر نشوفهم كلهم، هدول بتقدروا تنزلوهم. في كمان تشوفوا الوال بيبرز، وفيكم كمان تفوتوا على الحساب تبعكم اذا عندكم انتم الثيمز خالصه لكم سبيسيفيكلي. غير هيك في عنا نفوت كمان على الباسورد الايدنتيتي. سو هون فينا نشوف في عنا الباسورد، فينا نحط البن، فينا نستعمل الفينجر برينت، وفينا نستعمل الفيس انلوك عليه للتليفون من غير اي مشكله. وكمان كله موجود بالنص على الاخر. وعنا برايفسي اوثرايزيشن ريفوكينج، كل الشغلات اللي عاده بتستخدموها. تحت الابس التطبيق هون بنقدر نشوف انه سيستم اب سيتنجز، فينا نفوت نشوف كلهم موجودين اذا بدنا نغير شيء عليهم. الديفولت ابس كمان هدول اللي بيفتحوا اول شيء، خاصه في مثلا الدول ابس اكشلي، معناته فينا ندور تطبيقتين من التطبيق الموجود عندنا هون. وهذه شغلات معناته اذا عندنا حسابين للفيسبوك بدنا نفتحهم، بدل ما يكون عندنا وحده بدنا نفتح اثنين، وبتشتغل مع الواتساب والشغلات الثانيه، بس لازم يكونوا موجودين على التليفون ليبينوا لكم. غير هيك البرميشن، الاب لوك حتكون كتير منيحه خاصه اذا بدكم تسكروا على اي تطبيق موجود عليها التليفون ولا جروب تطبيقات، وما حدا يقدر يفتحه حتى لما بتعيروهم التليفون لما يفتح يستعملوا بايدكم. كتير منيحه ومظبوط على الاخر. تحت هيك شيء تحت الاديشنال سيتنجز فينا هون نشوف الوان هاندد مود، الكويك بول بتن، شورت كاتس، اجنور اكسيدنتال تاتشز، وعندك الفول سكرين ديسبلاي. هون اذا بدكم تغيروا النافيجيشن، لانه عاده لما بتجيبوا اول شيء من العلبه في عندنا النافيجيشن بتنز، اذا بدكم تعملوا الجستشرز اللي موجودين هون بدكم تطوروها من هون. فيكم كمان عمل دبل تشيك ان جستشرز اند جو باك تو بريفيس اب، معناته فيني اسحب هون بالنص مثل ما بشوف تقلب تنشعنا على الثيم، فيني اسحبها بالنص مره ثانيه بتاخذني على التطبيق اللي انا كنت بقلبه. فينا ننط تطبيقات حلوه كتير، منيحه حلوه.
فينا كمان نفوت على المي اكاونت الجوجل اكاونت ديجيتال ويل بينج السبيشال فيتشرز كمان بتكون نفس الشيء سكند سبيس اذا بدكم تفتحوا مثل كانه بيكون ديفرنت يو اي ما فيكم تفوتوا عليه بتخلي واحد للشغل واحد للبيت ساعتها كل الشغلات بقلب الشغل ما بتنخلط مع الاغراض تبع البيت مثلا اخذتوا صوره للشغل بتضلها بقلبها تحت السكند سبيس اذا بدكم تعملوا واحدة غيرها بتقدر تمشي كمان بالسيستم الاساسي الجيم تيربو حلو كتير خاصة انه بيساعدنا نقدر نلعب العاب ونظبط كل الشورت كاتس تاعيتهم فينا نفوت من فوق هون على اليمين خلينا ندوركم اياها ونشوف كل الاوبشنات الموجودة عندنا وكمان في كذا موجود التطبيق على الشاشة الاساسية ونفرجيكم كيف بيمشي الفيديو تول بوكس فينا نعمل السيتنجز الكويك ريبلايز اند مثل ما فرجيكم السكند سبيس اخر شيء عندنا البرايفسي اند لوكيشن إذا نسحب على اليمين مثل ما شفتوا كل التطبيقات الموجودة هونيك في عندنا هالجيم تيربو فينا نفوت على البوب جي هلا لأنه نركبها وعم نلعب فيها بس نعمل اوبن مثل ما شفتوا بتفتح تغري فيني اسحب من هون على اليمين وبينزلنا الجيم تيربو لفوق في عندنا الاوبشنات هون لتحت الشيرينج وهون على اليمين فينا نعمل تسجيل الصورة بناخذ صورة بنعمل فيديو بنعمل عليها شيرينج وكمان في عندنا شغلات زيادة والسيتنجز تاعيتها من هون كلهم منيح وكلهم بيمشوا مظبوط خليني فرجيكم هلا فيديو بسرعة على الماتش اللي عملته قبل ما بلش سجلكم هالفيديو لما تخلصوا كل شيء بيرجع للعادة خلينا نتحدث شوية عن الكاميرا وكل الشغلات الموجودة بقلبها مثل ما قلت لكم بالقبل انه نحن عندنا كاميرتين اساسيه يعني ثلاث اربع كاميرات موجودين ورا بس بالمظبوط عندنا ال 108 ميجا بكسل اساسيه عندنا الالترا وايد على 13 ميجا بكسل بعدين عندنا هون هالشغله اللي بيقول 2x هيدي عم بيعملوا كراب عم بيقربوا على الكاميرا الاساسيه ال 108 وبيعطونا الصوره المضبوطه حتى تمشي هيدي الصوره صرنا انه عم بتقرب هيدي بتضل الكاميرا واحدة عم بتعملها ما عم نغير كاميرات وفي عندنا كمان الالترا وايد موجوده لفوق عندنا الاي ار مود وعندنا الاتش دي ار موجوده كمان عندنا فيديو شورت فيديو وعندنا كمان سلو موشن تحت الفيديو مثل ما نشوف في عندنا زر ل 8K 30 فريمز بير سكند عندنا زر تاني للماكرو مود هذا بينطوا على 2 ميجا بكسل سنسور الموجود التاني اللي موجود بس للماكرو الماكرو الفيديو اما ماكرو الصوره وكمان في عندنا سكشن مضبوط خصوصا لل 108 ميجا بكسل موجوده هون للصور اذا بدنا نستعمل الكاميرا الاساسيه بكل قوتها عم فرجيكم صوره هلا هون كمان كيف قوتها نقدر نشوف الصوره ونقدر ندقق فيها على الاخر غير هيك عم نطلع هون كمان تحت الفيديو فينا نقلب على الكاميرات في عندنا ال 4K على 60 فريمز بير سكند مثل ما خبرتكم وبنقدر ننزل لل 787 بي بس اكثر شيء بنقدر نعمل عليه لهالتليفون بيكون 8K اذا كبست عليها هون ما بنقدر نستعمل الا الكاميرا الاساسيه هون والكاميرا اللي معملها كراب معناته هيدي والتو تايمز لانه هيدي بتضل نفس الكاميرا اذا بقلب على الوايد انجل لينز بترجع على ال 4K 60 فريمز بير سكند سو هاي الشغله بدكم تتذكروها بس الحلاوه فيها انه ال 4K 60 بتمشي على الكاميرا الواسعه والكاميرا الاساسيه بنفس الوقت الكاميرا الادمينيه ما بنقدر نستعملها اكثر من 10K على 30 فريمز بير سكند أمنيتي أن تقدر تزبط هذه بالمستقبل خليني نفرجيكم هلا هيك مصرة عن الصوت والصورة من الكاميرات الأساسية الموجودة على هالتليفون بالـ 4K و8K والكاميرا الأساسية من قدام كمان بلشنا اول شيء عم نستعمل ال 4K 60 فريمز بير سكند هون بالكاميرا الاساسيه الموجوده ورا الشغله الثانيه الحلوه فيها بنقدر نستعمل الكاميرات الثانيه الوايد انجل لينز التليفوتو بنفس الوقت بس العله انه ما فينا نقلب بيناتهم الا ما نقدر نطفي الفيديو ونرجع نبلشه من اوله غير هيك فينا نطلع 8K بالكاميرا الموجوده الورانيه خلينا نقلب عليها هلا 8K ما بنقدر نستعملها على الكاميرات كلهم فينا نعمل على الكراب معناته لما بيقربوا شوي علينا فينا نستعمل الكاميرا الاساسيه ب 8K 24 فريمز بير سكند مثل ما شفناهم بالتليفونات الثانيه اللي عندهم 165 من كوالكوم وهيدي شغله كتير منيحه خاصه اذا بدكم تصوروا طبيعه اما اذا بدكم تعملوا فيديو كتير كتير عالي الكواليتي تاعيته طلعوا على يوتيوب ولا هيك شغله بس غير هيك المفروض تكون الصوره الصوت والصوره يكون كتير منيح من ال 110 قلبنا على الكاميرا الاساسيه الموجوده قدام بس الشغله الوحيده هون ما بعرف ليه ما عندنا الا 1080p 30 فريمز بير سكند هيدي شغله معموله بس بالسوفت وير الموجوده هون لانه 865 الحاسوب من كوالكوم بنعرف انه بيقدر يستعمل ال 4K 60 فريمز بير سكند على الكاميرا الموجوده قدامي مثل ما شفتوا الصوت والصوره حيكون كتير كتير منيح خلينا نبلش نشتغل على الصوت اللي بيجي من هذا التليفون مثل ما خبرتكم في عنا صوت باليو اس بي سي بس اذا نسمع
صوت عليه للتليفون، عنا سبيكر الفوقاني وفلكر تحتاني ليعطينا ستيريو سبيكر. هنفتح شيء، اول شيء حيكون اليوتيوب. هلا انتم ملاحظين انه في عنا زر زياده موجود هون، بس هلا افرجيكم بعدين هذا شو بيعمل. هل يوتيوب حنبلش نلعب، الفوليوم موجود على 100%. حنبلش نلعب هالصوت الغنيه اسمها جامبو من اليكس كريندو. هذا الصوت والصورة، الصوت ماشي ماشي بشي، وفي مثل ما شفتوا كمان فينا نوسع الصورة باليوتيوب. خلينا بلش نعمل الصورة هون بقلب الميوزك ابليكيشن تاعيتهم للشاومي. هيدي حلاوتها، نقدر نلعب الفيديوهات من يوتيوب بالورق بالباك جراوند من غير ما نحشي إمان. خلينا نقلب هون على الابليكيشن اسمه الشاومي ميوزك، نقدر نفتح الفيديوهات من يوتيوب من غير ما نفتح التطبيق تبع اليوتيوب، ونبلش نسمع الصوت. لما بروح على الهوم سكرين بصير عندنا اللاعب يوقف على اليمين هون بيشتغل مزبوط. خلينا نسحب هون. مثل ما شفتوا هذه اللي كنت عم فرجيكم اياها من قبل تحت الصوت، كيف يكون الفيجوال اي كيو نقدر نشوفها. فيكم تغيروها كمان، عندكم 4 ديزاينات تستعملوها على التليفون. سو شو هي افكاري على المي 10 5G؟ عنده كتير مميزات حلوه. هلا بالامريكا ما عم يجيني ال 5G، بس مفروض بالدول الاوروبيه على القليله هذا حيمشي معهم هونيك 5G. بدنا ننسى انه بامريكا على القليله هلا ال 5G منها اكسع كتير من ال 4G LTE، وعندي 4G LTE على التليفون، سو ما حينقصني شيء. الكاميرات الموجوده عندنا هون بتعطينا الفيديوهات مثل ما شفتوا انتم ل 8K 30 فريمز بير سكند. بدي اشوف انا كيف عاملين 30 فريمز، لانه اذا بتذكر مزبوط السناب دراجون 865 ما بيقدر يعطينا اكثر من 8K على 24 فريمز بير سكند. سو عم بيعملوا شيء حتى يقدروا يظبطوا الفيديو ل 30 فريمز بير سكند، ونشوف كيف يكون الكاليتي تاعيته للفيديو مثل ما شفتوا انتم. غير هيك الصوت ماشي منيح، الشاشة كبيرة، البطارية كتير واسعة، عندنا واير تشارجينج والوايرلس تشارجينج ب 30 واط. رغم انه هن بعثوا لي ال 65 واط، التليفون ما حيمشي اكثر من 30 واط. المي 10 برو عندهم كاميرات احسن وبيقدر يستعمل ال 65 واط لنقدر يشارج التليفون باسرع. هذا المفروض يشارج من 0% لـ 100% اذا كانت بينت البطارية بتقريبا 56 دقيقة. حجربها هذه وفرجيكم فيديو تاني كمان ان شاء الله قريبا. خبروني انتم، قولوا لي شو رايكم بهالتليفون. هل انتم مشجعين على الشاومي المي 10 اما المي 10 برو اللي مثل ما شفتوا السعر رح يكون شوي اعلى؟ واذا انتم بتفكروا تجيبوا تليفون جديد من شاومي مثل هذا لهالتليفون. يلا شكرا جزيلا على كل الناس اللي عملوا اشتراك على القناه، اهلا وسهلا، وان شاء الله بشوفكم بالفيديو جديد.